والأستاذ يوسف، وقلنا ربما كان يكون تكبير لو كان لكان مساهمات ديزابور مساهمات للأساتذة بكلية الآداب، لأن أعتقد أن المخاطر، لماذا؟ لأن المخاطر سبقت الدولة، فالأوبئة والزلازل والأمراض ويعني التي فتكت بالكثيرين وخلفت مأساة بشرية كبيرة جدا، وهي كانت كل ضرة نافعة، كانت نتاج لتطور الآداب والعلوم الإنسانية بشكل كبير جدا. ولذلك ما قلت البارح على أنه لما كنت طالع على الأدب الروسي والتي كنت أتم به وأنا كنت في الثانوي، أعمال الأدب الروسي هي سرد الأحداث سوية عرفتها البشرية وعرفها الروس بصفة عامة، وأعمال دوستويفسكي وتولستوي وغوركي وغيرها لخصت لنا هذا العمل وقيمة المشاكل التي كان يعاني منها من كل المخاطر، يعني الريسك اللي كانوا أنذاك. ومثلا أعمال دوستويفسكي حينما يتحدث على الإفخار كارامازوف، الإخوان كارامازوف، وهو عبارة قربنا إلى قول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلا بد أن يكون. وكذلك حينما نرى كتابا لغوركي وكتاب سبيت الأم صدر في 1905، أعطنا مشاكل كان يعاني منها طبيعي ومنها غير طبيعي بطبيعة الحال. وحتى الفلسفة في العلوم الإنسانية ساهمت على أن الفلسفة، البناء الفلسفي لنيتش مثلا أو الفوضويين بعبارة من باكونين وغيرهم، سيقول على أن الطبيعة ما كترحم شايت لأن فيها كوارث وأوبئة، وبالتالي هذا الفتك بالبشر هو عدم القدرة على المقاومة، باعتبار أن الطبيعة هي أول مؤسسة إذا شئنا بين قوسين كتقوم بالانتقاء الطبيعي بلا سيليكسيون ناتورال. إذن فالمخاطر كان عبارة عن شعور، والشعور هو موضوع الدراسة الإنسانية كل فلسفة وآدابا، لأن حتى القيمة الروائية عند إيميل زولا في جيربينال وفي السموار بينا حينما تحدث لنا على ما وقع في 1848 في العصر في الصناعة في التوراة، كان أتصورنا أسباب كان يعيش فيها الفرنسيون، وتعرفوا على أن إيميل زولا من كبار الروائيين إلى شئنا أن نقول في زمانه وربما بعد زمانه. وهنا نرجع للأستاذ الكريم حينما قال هو صور لنا الآلام لا سوفرانس، وما يعاني الإنسان من خلال الأوبئة أو من المشاكل أو من ولا سوفرانس، وأكثر منها هو حتى الملل مثل ما كان، لأنك تعرف الكونفينمون ما عمره كان في العالم أكثر ما كان هذا اليوم، إن 4 مليار ألف أون كونفيني كانت، بينما كان الكونفينمون الحجر كان إما محليا وإما جهويا، ومع ذلك الكتابات الأدبية كانت تهتم بالحجر إما المحلي أو فهذا، لأن هناك بعض الأعمال دخل حتى في البسيكياتري السوسيال، لأن التقسيم البشري معروف اللي عنده الحساسية أو اللي زيتا نيفروتيك تيكون أكثر حساسية يمكن يدي إلى ظاهرة الانتحار، يعني كيكون عنده واحد الفراجيليتي بسيكولوجيك، كاين الحالات بسيكوتيك اللي يمكن يزيد ويعطي هذه الحالات. ولذلك حتى السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية راه تلعب واحد الدور كبير اليوم بواحد الشكل اللي ما عمره كان، بحيث أن الآن كنعيشوا لينوي، وكتقولوا لينوي سوني با لو بونور سوني با لو مالور، لينوي هو ملل، وبالتالي هذا الملل سيكون له تداعيات لا شك فيه على مستوى السيكولوجي العام، وبالتالي ستكون ربما على مستوى السياسات العمومية إدخال هذا المقترب ديال معالجة الحالات النفسية الكثيرة الحساسية تجاه البانديمي، تجاه الأزمة الاقتصادية من العواقب ديالها أو حتى غير النفسية. على كل حال أنه هذه كلها كانت عوامل كدرسها العلوم الإنسانية بشكل كبير، في حين أنه لما كانت تكلموا على ما هو دور الدولة في مواجهة هذه الكوارث، أنا أعتقد أن في بداية الأمر ما كانتش الدولة كتدخل في
أو الدفعة أو الثاني دفعة، وكنا أمام أساتذة وكان يقول لنا على أن الدولة هو ما هو وظيفة الدولة هو المانتيان دو لوغ، ولكن بعد الدراسة وبعد خرج من الكلية وبالدراسة لقيت على أنه هذا كلام جانبي لاتيرال. مع مر الدولة أولا جات في الوظيفة ديال المانتيان دو لوغ، النظام، استتباب النظام بما في ذلك النظام لا سالبريتي بيبليك، السلامة العامة أو السلامة الصحية أو لا ترونكيليتي أو بما ذلك اللي تفصل في القانون الإداري، ولكن كانت الضرورة الاقتصادية وراء نشأة الدولة، ولذلك لا نعير اهتماما كبيرا إلى المجال اللي ما كيتعلق بالاقتصاد. وأعطيكم لماذا، لأن قبل في الدولة في 16 القرن السادس عشر دارت نظرة الميركونتيلية، ما نعتبرهاش أنا هي نظرية اقتصادية ولكن هي سياسة اقتصادية بين 16 و 18 القرن في أوروبا، وهذه النظرية التي نعتبرها ترتكز على مراكمات المواد النفيسة الذهب والتي نجلوها من فضاءات أخرى ومن على الطريق. فهذا التكديس الذهبي ديال الذهب والنمواد كان سؤال أطرح، كيف غاردي سيت ريشيس، من سيقوم بحراستها، هل الوظيفة الدركية ستأتي، وهذا كدير عند البيليونيزم عند إسبانيين ولا عند النظريات الهولندية فيما يتعلق بنظريات الميركونتيلية، وكل هذه النظريات انصبت على من يحمي المواد النفيسة ونكس لا يحمي البشر. عاد ربما أقول جيل ثاني في الوظيفة ديال الدولة وحماية النظام ثم حماية السلامة العامة. إذن كان واحد التراتبية، يعني أن الدولة أنا أعتقد، وهذا ماشي قناعة ولكن لابد لي في السياسة العمومية وحتى في القانون العام، الدراسة الاقتصادية أساسية جدا، وكانت خسارة الأولى حينما حيدنا الاقتصاد السياسي، وهي مجموعة مجرد لمدارس اقتصادية من أدم سميث، ديفيد ريكاردو، جون باتيست سيوما، إحنا غاديين حتى لماركسيست ولماركسيزون في الإيكونومي، مهم ندخلوه في كلية الحقوق في دراسات القانون العام وحتى في دراسات القانون الخاص. بدون فهم الاقتصاد لا يمكن فهم ما هو مؤسساسي أو ما هو معياري، لأن المعياري هو الغفلي ديال واحد نظرية أو واحد سلوك اقتصادي ثم سياسي ثم مؤسساتي فيما بعد. إذن نشأة الدولة كانت الوظيفة الأولى ديالها هي الطبيعة، اكتسب الطبيعة الدركية، ولذلك كانت تسمى بلي فونكسيون ريغاليان، وهذه الوظائف السيادية لم تكن بالضرورة مركزة على حماية الإنسان من الكوارث ومن الجائحات أو الجوائح، ما عرفت شيء الجمع واش الجائحة ولا الجائحات، على كل حال وكان الأرستقراط في فترة ما تقول على أن وجود الدولة وهو حماية لغيشاس، وكانت تسمى ماشي حتى لغيشاس، كان واحد الكلمة فوق شوية وهو لوبيلانس، النوبيلان واحد شبعان بزاف بالمفهوم التقليدي الأرستقراطي. فكانت الدولة تسهر على هذا. فإذا المجال الاقتصادي قبل ما يكون يعني نظرية بديلة ديال سميث وغيرها وديال ديفيد ريكاردو اللي هما عاشوا الثورة الصناعية بما فيها من مخلفات كذلك على مستوى المخاطر، فأنا أعتقد أنه من بعد الدولة تخلقات جاء واحد الامتداد فكري سيجعل الدولة باش تدخل في فضاءات أخرى وفي اختصاصات ما في ذلك سلامة المواطنين فيما بعد، وهذا معروف عند هوتمان في هولندا وموكريتيان اللي كان سميه الآن على دار النشر موكريتيان، اللي هو كان مستشارا للأمير بين 1576 إلى ما خانتنيش الذاكرة، زيادة على أعمال ديال جون بودان ديال جون باتيست كولبير أو الكولبرتية، هذه كلها أفكار وبناء معرفي قاد إلى أن الدولة أن تمتد من المقاربة والرهان الاقتصادي إلى رهانات أخرى. لماذا؟ لأن ازدادت المخاطر في القرن التاسع عشر، وكان من الضروري أن تدخل الدولة على هذا المستوى. وهذه العصر الوسيط، العصر عفوين ديال التورا، خلق كوارث كبيرة. نعطيك مثال على مستوى التشريع، على مستوى القانون التشغيل،
الشغل كان وراءه التقرير ديال الدكتور فيليرمي في اللي هو كان عضو في العلوم الاخلاقيه في ليسونس مورال، واللي اول تشريع في المجال الشغل جاء نتيجة هذا التقرير الذي صدره فيليرمي. علاش؟ نظرا للكوارث التي عاشوا المأساة اللي كنا على مستوى الروائي والادبي لمسنا الشعور البشري ما كانش راضي على الوضع الذي كان عليه الناس في القرن الثامن والتاسع عشر بالخصوص. إذن اعتقد ان فتره مواجهه المخاطر هي الاساسي وربما العصر الذهبي لمواجهه، هي الكنزيه. والكنزيه كما تعلمون هي انشاء السياسه العموميه. فلولا إذن الاقتصاد هو الذي يحدد السياسات ويحدد القانون ويحدد المعايير. فبقينا الدوله كانت كنزيه وتطورت ودرنا على المطافئ لحمايه المواطنين، ودرنا على مسائل متعلقه بالليجين او لما دخل حتى الثلاثينات والاربعينات لو سيرفيس ديجيال لحمايه المستهلك وحمايه والوقايه المدنيه. كل هذا كان دخل في الاطار وفي المنطق الكينزي الذي ظهر في الثلاثينات بعد الازمه ديال 29. وبقينا على هذه السيروره، الدوله متدخله كنسميوها اما تدخله، وكان حتى الرفع الاجتماعي هو كنشدوا الضرائب وكنفرقهم على طريق على سوفون دو غوفوني على مداخل، وكان الرفع لان الانسان في المجتمعات، وهذا فلسفه ربما اقودكم من الفكر السياسي، ان المجتمع نتكلموا عن المجتمع المدني ما عمره يكون ناكتو. انا بالنسبه لي انا شخصيا، لان الطبيعه البشريه هو يشرئب وينحو الى ان يكون المجتمع عنده يتمتع تبقى الرفاه المجتمع، ولكن كل ما هو صعيب كيعطيه للدوله، ما عمره يتحمل مسؤوليه المجتمع. وهذا معروف في كتابات جد وكنت احيي لكم على كتاب برتران دو جوفنيل، وهو من الليبراليين الكبار اللي هضروا على، وكذلك غوسو حينما كان الانسان يحب السعاده ويحب الطبر، ولكن لما جات الحضاره وجاءت فسدات السلوك الانساني. وحتى جيرمينال حينما تتكلموا على زولا هو عنده لو كور ناتوراليست اللي هما تتكلموا عليه صحاب كليه الاداب، اللي هو طبيعه الانسان هو كيبغي يتفرج، كيبغي يتبرح، كيبغي لا جوفيسونس، وما كيبغيش الكوارث، وما كيبغيش المخاطر، وما كيبغيش المغامرات المجتمع. ولذلك في هذه الحاله يمكن ان نقول ان دخلنا حتى الثمانينات، وكتعرفوا المنعطف اللي عرفناه في الثمانينات بعد مجيء اعمال وهي قديمه جدا هايك وفريدمان، وقالوا على ان الدوله خصها تمشي بحال هذا. والخطر لان انكرنا الدوله في فتره معينه في الثمانينات، لان الخطوره انا قلتها للساده الاساتذه في محاضره، على ان التوجه الليبرالي هو اخطر من الليبراليه، لان الليبراليه هي تتعايش مع الدوله الدركيه، والنيوليبراليه هي منكره للدوله. لو نيوليبراليزم نيجاتور دو ليتا، ما كتبغيش. اذا اش ولا محلو السوق؟ اذا كرسنا دوله مينيماليست قليل ضعيف، بعد ما بعنا في المزاد العلني في اطار الخصاصه المرافق العموميه، لان اساس المنشاه ديال المرافق العموميه وهي الكنزيه باش تعاون الدوله، لان لما كانت الدوله دركيه ما عندهاش البنيات باش تقوم بالرفاه الاجتماعي وتقوم. فالتقسيم الثاني اللي وقع هو بالاستجابه الى مطالب المجتمع ومتطلباته، وبالتالي خلق المرفق العمومي. ومن بعد الثمانين اول ضحيه كان هو المرفق العمومي، وبالتالي لما كانت جات الجاحيه اليوم ما كاينش المرفق العمومي اللي غادي يواجهها. لا نواجه لا بانديمي بالاسلحه النوويه كما قال الامريكيين او نواجهه، فخص المرفق العمومي، هي المستشفى، هي المدرسه، هو لا كونتين، هي واحد العدد المرافق اللي ضحينا بها، لانه بالمنطق نتاع السوق، لان السوق حل محل الدوله. وطبيعه الحال كتعرف على ان السوق لا يهتم بالمشاكل التي يفرزها هذا المجتمع. السياسه العموميه الدوله هي التي الاجتماعيه هي التي تهتم بما يفرزه المجتمع من مشاكل، ثم ولا تكتلت بالمطالب. التوجه الليبرالي والسوق المقاول، ولا يهتم باجهاد النظام السياسي، لان حتى النظام السياسي الى مشينا النظريه النسقيه، يعني باش تعطينا دافيدياستون كيفاش يبقى التوازن بين مطالب الاجتماعيه وكيفاش نحلو،
لان الضروره كتحل خص تحل مشاكل المواطنين والا لن يكون هناك نظام سياسي. وبالتالي فحتى التوجه الليبرالي انكر النسقيه بطبيعه الحال. وهذا يعني اجي نقول لك انه ما تبقى من سياسه العموميه، ما بقاش حتى ما بقاش تسمى بنشاط عمومي في اطار اشراك القطاع الخاص باسم التعاقد والشراكه اللي عندنا اليوم باسم الاكسيون بيبليك. فهذا السياق النيوليبرالي العام جعل من الدوله كمؤسسه غير متدخله في المجال الكوارث بل منشطه في المجال الاقتصادي في اطار الشراكه والتعاقد. اذا الدور ديالها تم تغييبه مع الزمان في خلال 30 سنه او 40 سنه في العالم، اقول في المغرب، ولان الصروره حتى المؤسساتيه حتى القانونيه اخذت منحا اقتصاديا صرفا مع تغييب المجتمع نهائيا. وهذا هنا الكارثه الكبرى التي ربما، لان علاش كارثه؟ لان السياسه العموميه في هذه الحاله ولحق اطار للقطاع لا ديسكونتينيتي دونك ملي كتكون لان السرور القراريه هي كنمشي كل سنه عندنا سياسه عموميه والسياسه كتعاود السياسه وحنا كنراجعوها. ولكن في المجال جات لا بانديمي وقعت القطيعه، وهذا هذه الحاله اذا وقعت القطيعه معنى ان المقرر العمومي السياسه العموميه اصبح في حاله لا يقين ليتا دو لانسيرتيتود. وكتعرفوا لانسيرتيتود في السياسه العموميه انجيغابل لا يمكن تدبيرها، هذا لان السياسه توقفت السياسه العموميه. وهنا يجب ان نبحث بطبيعه الحال على اليات اولا لاخراج الدوله من خمولها سادير لا ليبيري دو ساليتارجي من خمولها حتى يمكننا هذا نتيجة هذا التوقف الغير إرادي أو غير إراداوي والذي اعطل النشاط العمومي كامله. حنا نشوف الأمريكيين وعند فرنسا إلا الألمان غادي نشوفوا، لأن الألمان فهموا شنو هي شنو المشكل، لأن الألمان هم سباقين الدولة بعد الكنزية بيسباك ليتا سوسيال، وهما اللي تبناوا أول مرة إدخال استراتيجيات المخاطر في حسابات السياسة العمومية، وهذا يباعك وغيرهم. ولذلك أنه موقعة الأزمة من استطاع أن يواجه الأزمة هم الألمان وليس الفرنسيون وليس الهولندي ولا الأمريكيين ولا الإيطاليين. إذا علاش؟ لأن عند الألمان سوسيولوجيا المخاطر لا سوسيولوجي ديال لي ريسك دو لا جيستيون دي ريسك عفوا، واللي هي تدبير عقلاني علمي، وبحال ان الالمان كيعملوا في حق المشترك مع خبراء، و يعني بخلاف عدد من التجارب في الدول الاوروبيه للاسف الشديد. فانا اعتقد ان المانيا هي الدول التي ادخلت هذا مقاربه المخاطر واجرات المخاطر في تحليل استعجالي والاستشرافي في سياسة في النشاط العمومي، وهذا غير موجود لا في النمط الفرنسي ولا في النمط الإيطالي، لأن عرفوا الألمان وفهموا ما هي العناصر التي وراء الأزمة أو الاناليز دي زيفي ديكلونشور اللي اعطتنا لا كريز. وبالطبع عندهم كذلك كوشينغ دو كريز واحد اللجان ديال الأزمات لماذا لترقيع السياسة العمومية، لأن السياسة العمومية ما عمرها غادية في واحد الخط، إنما دائما كيخص البريكولاج كاين واحد النظري. ولذلك نقول لكم حتى فكرة أخرى باش نقبل، وهو أن السياسة العمومية راه هي نتاج الاقتصاد ماشي حتى لعلماء الاجتماع وماشي حتى لعلم السياسة. دابا علم السياسة مقاربتي بكل مقاربات علم السياسة هي جانبية، هي لاتيرال بالنسبه الى الفهم والسبستانس والمضمون اللي هو ايكونوميك من لين بلوب ومن غيرهم كلهم دي زيكونوميست. وبالتالي اعتقد ان هذا الكوشينغ دو كريز فيه عدد ديال لي زيكونوميست اللي عندهم مرتبطين، لان حتى ازمه المخاطر ما جاتش من السياسه، ما جاتش من السياسه العموميه، لا جات من الاقتصاد من المانجمنت. كاين واحد المانجمنت دو كريز ديال لا جيستيون دو كريز وتطور وغادي على المقاولات اولا وعاد شدوا الالمان ودخلناه لا جيستيون دو كريز على مستوى الدوله. اذا عندهم هما
استطاعوا عملية ترقيعية للسياسة العمومية باش يقيموا المخاطر ويقيموا التكلفة المخاطر وغادي يدخلوها pour l'introduire في لي بوليتيك بوبليك. إذن هنا باش نقول على أن لماذا لأنك تحديات السياسة العمومية. أولا خص الاستمرارية ديال القرار ديال الدولة باش تقاطع. ثانيا نخفوا من الوطأة ديال المخاوف ديال السكان، لأن أخطر الآن نعطيك دابا الآن المجتمعات في أوروبا وغير أوروبا أش كتطلب من سياسي؟ ماشي الرفاه الاجتماعي، لا أعتقد الرفاه، لأن التوجه للعولمة ما غاديش الرفاه. شكون اللي يحميهم من المخاطر أو المخاوف؟ سيتو غيدويغ لي زابريونسيون ديال لا بوبيلاسيون. هذا هو اللي كان وراء الآن سياسة عمومية بطريقة أخرى. إذن فمن الصعوبة بإمكان كما تسمعوا قراءتنا نعوم تشومسكي من المنظر الكبار الآن في أمريكا، واللي قال على أنه من الصعب اليوم مراقبة التغيير الذي نعرفه، لأنه كيطلب من الفاعل، لأن حتى لاكتور البيبليك باش يكون افيكاس يكون فاعل خصو يكون عنده الإدراك، واش عنده أن كونيتيف اللي يمكن له يفهم الأخطار أسبابها ومسبباتها، ودير له واحد القراءة يعني كنسماو في السياسة العمومية بقراءة الرواية ديال السياسة العمومية لا كونستركسيون دو ريسي. إلا ما عرفش نقرا الرواية غادي نكون السياسة العمومية خاطئة، ولما نديرها البرلمان ونديرها قانون تكون خاطئة أوجه من الأول، لأن الإدراك كان خاطئا بدايته. ولذلك حما كنتكلموا دور البرلمان وتكون السياسة العمومية في البرلمان ودوره، كنقول ودي ما عندوش الإدراك عند البرلماني يعرف، فبالتالي لأنه الحكومة عندها جهاز إداري سياسي كتعاون معاه، لأن تتعرفوا الدولة عندها جوج مشروعيات كتشبههم، مشروعية المعرفة المبنية على المعرفة، واللي هما التقنقراط والخبراء، واللي يمكن يكونوا هما سباق اللي على المجد المخاطر، والسياسيون كيطفيو واحد المشروعية على معرفة التقنقراط أو الخبراء. فلمعالجة إذن القوة الإدراكية خص تكون عند واحد الفاعل لمواجهة المخاطر، أي بالاستقراء والسبق لمواجهة عدم هذه الاستمرارية اللي هي المفاجئة. ولذلك كنشوف هذا معروف في القانون المالي، مشينا شهرين فإذا به جات مفاجأة إعادة النظر في المنظومة المالية اللي هي كتحمل في طياتها جوع من السياسة العمومية يتم إعادتها. دونك خص دي ريبونس ا سي ديفي لي تحديات، وبالتالي انه لما كنقولوا مواجهه المخاطر هذا يطرحوا عند، لان الكتابات الفرنسيه قليله جدا في لا جيستيون دي ريسك، ويمكن نقول لكم واحد 11 او 12 كتاب اللي انا في علمي كومون بونسي لو نوفو روبير لا ايتابلي، كيفاش يمكن نشوف المعالم الاخرى لمعالجه. فالان الدول باش نخلص الخلاصه، هي مطالبة في إطار السياسة العمومية أن تكون لها رأس مال للمعرفة العلمية، وهذا الاتجاه إلى الرأس مال المعرفي أي الاستعانة بالخبراء لمعالجة الأزمات، لأنهم غادي يكون هما عندهم الإدراك للأزمات، لأن الطبيعة التقنية للفيروس أو الطبيعة التقنية لكارثة من الكوارث لا يفهمها إلا أصحاب المعرفة وأصحاب العلم. وبالتالي هناك كذلك ربما في هذا المجال نشوفوا لا جيستيون دي كريز او روغار ديال ليسون سوسيال، اعمال ديال ادغام موران في العلوم الاجتماعيه، عطى واحد كيف تفترض واحد الحكم واحد القرار ان ناخذ استراتيجي لمتطلبات المجتمع. اذا هناك تيقول ادغام موفو انه امام المخاطرات الفو ان ديفي انتيليكتويل، خاص تحدي فكري يكون عند النخبة السياسية، هل تدفع الأزمة؟ لأنه يجب أن نوقف الأزمة، ويجب أن نبحث على مرجعية لمعالجة الأزمة، ويجب أن نبني سياسة لمعالجة الأزمة. وكيفاش يمكن يكون هذا الفاعل في القرص بعد 6 شهور دابا الآن تراكمات مشاكل اقتصادية اجتماعية تربوية إلى غير ذلك، بعد وقفنا العملية بعد جا بونديمي وقفتنا، إذا كاين تراكم المشاكل. عندنا الوسائل اللوجستيكية غير كافية حتى في فرنسا ما نلقى عندهاش. الاحتمال هو سيد المخيف القرار، الاحتمال كنجحوا إما كنجحوا، وتعدد المطالب متناقضة،
دابا شوفوا الحكومة ما ترى متناقضة جدا، الفلاحة كيطلبوا مطالب، الصناعيين عندهم مطالب، لا 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 لا. هنا تناقضات، هل يمكن للحكومة في ظل الأزمة أن تعالج التناقضات على مستوى المطلبي؟ إذا الآن نعيش في حالة اضطراب كما يقال في هذا الزمن، سي اوني طان دو ديغيغلومون، الآن يعيش العالم وكل الدول في هذه المحنة. ولكن ربما نعطيكم باش نختم، هو كتاب صدر ديال غريغر كيف ننجو من جائحة محتملة، وهذا الكتاب صدر في 2003 حول الفيروس نتاع انفلونزا الطيور اللي وقع في 97، واكد على انه الى ما اتخذتش تدابير فعليه واقحام الحقل العلمي المعرفي لادراكات حتى يتمكن المقرر العمومي بالادراك الحقيقي، فان البشر قد تعرف واحد سيقضي هذا الفيروس هذا الانفلونزا مستقبل على الملايين من البشر في السنوات المقبله. اذا هنا العلم يدق نقص الخطر، ولكن دون ان دعونا ان نكون متفائلين، لان حتى المغرب عنده واحد الوعي، صدر واحد القرار في 2019 صدروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو بالريفيرون ديالو 19/2044/2019 الرقم ديالو، واللي هو حول الامن الصحي للاغذيه وحمايه المستهلكين، ولا واحد الوعي واحد الادراك لدى المقررين في المغرب يعني تقريبا واحد 10 سنه، انه السياسه العموميه التقليديه ما بقاش، خصنا نربطوها بالمخاطر وبالريسك. وبالتالي هذا التقرير الان اللي صادق عليه اللي شدته الحكومه واللي كانت اشتغلت عليه من 2019، ربما هذا من البدايات من الادراكات لدى الفاعل السياسي اللي عندكم مستقبل. وشكرا للجميع.